فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا أشار بالسبابة هل إذا أشار بالسبابة عند التشهد يحركها؟ الأمر سهل، يحركها ولا يحركها الأمر سهل، تذابحونها الحين عند الأصبع، أحد يقول أنت ما تحرك، وأحد يقول أنت ما ترفع إصبعك، أنت أحد يقول لا ترفع إصبعك، ما يجوز رفع الأصبع، هذا من العبث، هذا كله ما يجوز الجدال في هذا. رفع السبابة سنة، تحريكه سنة، ما يوجب الاختلاف والاقتتال عليه والتهاجر. نعم.